الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن معاني هذا الدين، من معاني الإسلام، هو السلام. فالإسلام هو سلام، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى. السلام المؤمن المهيمن. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى التي تتكرر في تلاوة المؤمن في الفاتحة، اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فالله سبحانه وتعالى ليس رحمانا فقط، وإنما هو رحمن ورحيم. والله والصور القرآنية لا تفتتح إلا بهذا الاسم، لا تفتتح باسم الجبار ولا باسم المنتقم ولا باسم المهيمن، وإنما تستفتح باسم الرحمن الرحيم. ليس عبثا، ليس صدفة أن سور القرآن تفتتح باسمه، بهذين الاسمين العظيمين، اسم الرحمن والرحيم. لأن وعندما وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بوصف، وللنبي أوصاف كثيرة، اختار له وصف الرحمة. وما أرسلناك إلا بهذا الحصر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشعوب كلها لا يمكن أن تتعايش إلا بالرحمة. القانون وحده لا يكفي، مهما دقق القانون ودخل في التفاصيل لا يكفي ليوفر للناس عيشا كريما، ما لم يكن هنالك خلق تعايش، ثقافة تعايش، ثقافة سلام، ثقافة رحمة، فضلا عن ثقافة العدل أن يسود بين الناس. الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يخلق الناس مختلفين ولا يزالون، بالفعل المضارع، أي سيستمرون مختلفين. ومن يطمع أن يصب الناس جميعا في قالب واحد، في حزب واحد، أو في جمعية واحدة، أو في مذهب واحد، أو في دين واحد، هو يجدف، يسبح ضد التيار، ضد سنة ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله خلق الناس مختلفين. العبقرية ما هي؟ ليس أن نزيل هذا الاختلاف، أن نرفعه جملة، وإنما العبقرية الحضارة بمعنى آخر، هو كيف نوجد معادلة التعايش بين الناس، كيف نوجد معادلة الوحدة. ولكن هذه الوحدة ستبقى وحدة نسبية، لأنه كما ذكرنا دائما، الواحد المطلق، الوحدة الصماء المطلقة، هذه هي فقط هذه في الألوهية تتحقق فقط. الله واحد أحد بكل المعاني، ولكن نحن نريد أن نصل إلى وحدة وطنية، إلى وحدة الأمة، إلى وحدة الجماعة، إلى وحدة العائلة. ولكن مع بقاء في العائلة نفسها، في الأسرة الواحدة، سيبقى لك أبناء مختلفين عنك، وزوجة خالفك في الرأي،
ولن تستطيع أن تفرض في النهاية، ربما تصل إلى أنك تفرقع الأسرة إذا أردت أن تفرض على أولادك وزوجتك رأيك باستمرار. وهنا لابد من الشورى، لابد أن والشورى ماذا تعني؟ يعني محاولة الوصول إلى وفاقات، أن نصل إلى وفاق، أن نصل إلى خطوط عامة، إلى أن نصل إلى مشتركات. ولكن يبقى لكل ولد من أولادنا خصوصيته وشخصيته وآراءه، ويبقى لكل حزب من أحزابنا خصوصيته، لكن لا ينبغي أن يتحول الاختلاف إلى خلاف، لا ينبغي أن يتحول الاختلاف إلى فتنة. ولذلك ربي قال واتقوا فتنة، الفتنة هي الصعود بالاختلاف إلى مرحلة التقاتل وإلى مرحلة القطيعة. ولذلك الإسلام أسس للسماحة، هذا الدين هو دين السماحة، وهذه السماحة ليست هكذا دعوة رفرافة، يعني دعوة هكذا مثالية، وإنما أسست على أسس تشريعية وعلى أسس خلقية وعلى أسس عقدية. فاعتبر فأسس لهذا الاختلاف أن الناس سيظلون مختلفين، ولذلك اعترف بحرية الاعتقاد، لا إكراه في الدين، لن لا عبث أن تحاولوا أن تكرهوا الناس على دين، لأن موطن الدين هو القلب، والقلوب هذه بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أن نؤمن بكل الديانات، كل الديانات هذا تسامح، فرق بين تسامح أن تتنازل للآخرين وبين أن تعتقد أن ذلك حق من حقوقهم. فالسماحة في الإسلام ليست دعوة فقط إلى أن نتجاوز، إلى مجرد التجاوز، وإنما إلى أن تقر للآخرين بحقهم أن يختلفوا عنك، بحقهم أن يختاروا دينا غير دينك، وأن يختاروا حزبا غير حزبك، وأن يختاروا أمة غير أمتك، وأن يختاروا أسلوبا في الحياة غير أسلوبك. ولذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل، هذا معنى التكامل، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فتمه ولم يبق فيه إلا موضع لبنة، فأخذ الناس يطوفون ويقولون ما لصاحب البناء لم يتم بناء، ويقول فأنا خاتم النبيين وأنا هذه اللبنة. لو أننا نحن في المجتمع وفي الجماعة كل واحد يعتقد بأنه لبنة، يبحث ما هي اللبنة التي سأسهم بها في البناء، مش أنا سأكون بديلا عن غيري. الفساد يبدأ عندما يعتقد حزب أنه بديل عن الآخرين، أو أن يعتقد شخص في الجماعة أنه بديل عن الآخرين أو بديل عن غيره، يبدأ الفساد. ربنا خلق كل إنسان، أعطاه إمكانية بأن يرسي لبنة في البناء، فالعبقرية هو أن يبحث كل منا عن اللبنة التي سيضيفها، ما هي الإضافة التي ستضيفها في المجتمع التونسي وفي الجماعة وفي الأسرة، وليس أن تحول دون غيرك وبين أن يسهم، بل أن تعينه على أن يكتشف لبنته، أن يكتشف الإضافة، أن تعين ابنك أن يكتشف، والمعلم والأستاذ يعين التلميذ أن يكتشف عبقريته، خصوصيته، الإضافة، يبين لهم أنه ليس كما مهملا، ليس شيئا زائدا في الحياة، وإنما كل إنسان ربنا خلقه وهو قادر على أن يكون لبنة، على أن يعطي الإضافة. ما هي الإضافة كل واحد منا التي سيضيف؟ والفساد يبدأ عندما نتزاحم، كل واحد يريد أن يزيح الآخر من موقعه وأن يكون بديلا عنه، أن يعدم دوره. ولذلك الإسلام أقر بحق السماحة، وقامت على هذا، على الاعتراف المبدئي والعقدي والفكري بالتعدد، وعمل على تنظيم هذا التعدد عبر الاعتراف به وعبر ممارسة الدعوة إلى ممارسة الشورى والدعوة إلى السماحة وإلى ترك الغضب
وإلى التواضع. ولذلك ربنا وصف عباد الرحمن بماذا؟ قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الذين يمشون على الأرض هونا تواضعا. إنك لن تخرق الأرض أيها الإنسان ولن تبلغ الجبال طولا. انظر إلى ضعفك، لا تتكبر. ثم قالوا: لا تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شخص قال: وأوصني يا رسول الله ولا تكثر. عربي يعني ما عندش قدر على أن يستوعب كلاما كثيرا. قال: وأوصني وقلل لا تكثر عليه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قالوا: لا تغضب. لا تغضب، لا تغضب. مش معنى لا، الغضب هو شعور طبيعي. لا تغضب بمعنى لا تجعل نفسك في موضع يؤدي إلى أن تفرط، يفرط منك زيما. ما تحطش روحك في موقع أنك تفرط، ما عادش تسيطر على نفسك. لا تغضب بمعنى لا تسلك السلوك، لا تطاوع نفسك لا وفق ذلك الغضب. إذا غضبت شوية فراء، شوية كبح. أما الغضب يمكن يغضب الإنسان، ولكن قال لك ما تحطش نفسك في موضع يجعلك تفقد الزمان. وإذا أصابك غضب شد الفراء، ما تطوعش نفسك. جاء واحد لعمر بن عبد الله، جاء واحد لعمر بن الخطاب اسمه ابن عيينة، واحد من أجلاف العرب اللي الإسلام عمل على تهذيبهم ولكن بقي فيه بقية من الجلافة. دخل على عمر بن الخطاب وهو الخليفة العظيم، قالوا: إنك لا تعطي الجزل ولا تعدل، ولا تعدل. قالوا: أنت بخيل وظالم. فهم به عمر بن الخطاب. إيش معنى هم به؟ أي هم أن يأمر بقتله. ولكن وهنا أهمية الصحبة، أن يكون بجانبك، أن تصاحب الأخيار. قالوا ذكره جليسه، جليس مستشاره، ما قالوش والله شو معناها اعتدى عليك وأهانك وأهان الملك وهيبة الدولة ذهبت، وإنما ماذا قال له؟ قال: يا أمير المؤمنين، ألم ذكره بآية؟ فكان عمر بن الخطاب يقرأه لأول مرة، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعفى عنه عمر بن الخطاب وتركه. وهكذا حتى نملك أنفسنا، حتى نحافظ على خلق السماحة والاعتراف بحق الآخرين في أن يختلفوا عنا. نحتاج إلى تأسيس فكري وعقدي، ونحتاج إلى تربية على هذه السماحة والتربية على هذا العفو ومغالبة نوازع الشيطان، نوازع الغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نمسك زمام أنفسنا. ولذلك قال: من السرعة فيكم؟ شكون القوي؟ شكون البطل؟ شكون الباندي؟ من السرعة فيكم؟ قالوا: من يبطش بصاحبه. قالوا: لا، مش هذا الشجاع، إنما السرعة من يملك نفسه عند الغضب، من يتسامح، من يقدر على أن يمسك زمام نفسه. ولذلك عباد الرحمن هذا أهم أوصافهم، أنهم متسامحين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. شو الجهل هنا؟ الجهل عنده معنيان. معنى الجهل ضد العلم، والإسلام جاء ثورة ضد الجاهلية. المرحلة اللي قبل الإسلام اسمها الجاهلية، لأن الجهل كان يسود بمعنيين. الجهل يسود بمعنى ضد العلم، ولذلك لم يكن في مكة إلا 4 أو 5 يتقنون فك الأحرف، يعني يكتبون. فكان الجهل سائدا. والجهل الأدهى من ذلك هو الجهل مش ضد العلم، وإنما الجهل ضد الحلم. فالإسلام جاء بالعلم والحلم ثورة على الجاهلية. العلم والحلم، والعلم وحده ما يكفيش، لابد معه من الحلم.
وهذم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا هو الجهل اللي جاء الإسلام يحارب. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قالوا أتتخذون هزوا، وقت اللي قال لهم اذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا هو أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، الذين يردون الفعل دون تبصر، والذين لا يزنون الأمور بميزان العقل وميزان الشرع وميزان الحلم. نحن مجتمعات أحوج ما تكون إلى روح السماحة، إلى أن نؤكد ثقافة التعدد وثقافة الاختلاف، وأن نوصل لثقافة التحضر. وثقافة التحضر بالضرورة هي ثقافة، هي الإدارة، هي إدارة الاختلاف بشكل فيه سماحة. كيف ندير الاختلاف؟ الجواب عن ذلك يفرق بين المجتمعات المتحضرة والمجتمعات المتخلفة. المجتمعات المتحضرة تجيب عن هذا السؤال، كيف ندير الاختلاف؟ بالاعتراف بحق الناس في أن يختلفوا، وأن نوجد معادلة الوفاق، وأن نفشي فيما بين معادلة وثقافة السماحة، من العائلة إلى المدرسة إلى المصنع إلى الشارع، أن نشيع ثقافة التعدد وثقافة التسامح وثقافة الوحدة، وهي محصلة كل ذلك. هذا تلك هي المجتمعات المتحضرة. ولذلك العجيب في الأمر اليوم أنه في ساحة مثل ساحة العراق اللي هي عرفت أشكالا، ساحة العراق كانت عبارة عن متحف للتعدد، متحف للديانات. هناك ديانات لا توجد خارج العراق، حفظها الإسلام، حفظها علماء الإسلام، والعراق هو البيئة التي صنع فيها فقهنا، وصنعت فيها لغتنا، وصنعت فيها آدابنا، وآثار ذلك لا تزال قائمة في وجود صابية ونصاطرة وكلدانيين وصابية ويزيديين. هناك ديانات لا توجد خارج العراق، العراق كان متحف. ذلك دليل على وجود حضارة، ذلك دليل على وجود تحضر في تلك البيئات. آثارها الغريب في الأمر أن هذه الأقليات اليوم معرضة للإبادة، معرضة للإبادة عن طريق نوعين من التوحش، توحش حديث وتوحش تقليدي. توحش حديث عندما جاءت الأساطيل من كل مكان تضرب العراق وفرضت عليه حصار وقتلت مئات الآلاف من الأطفال، مثل الأطفال الذين قتلوا في غزة، أطفال قتلوا في بغداد وفي الناصرة وفي النجف وفي من طرف التوحش الحديث. اليوم هناك توحش أدهى باسم الإسلام يعرض فيه أهل الديانات الأخرى، الأقليات التي حفظها الإسلام ومر منه وأسس أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وجعفر الصادق، أسسوا الفقه الذي صان تلك الأقليات وأعطاها الإطار القانوني والأخلاقي والثقافي الذي حفظها، وأصبحت رافدا مهما من روافد الحضارة الإسلامية. فكان من تلك الأقليات الشعراء والفلاسفة والمترجمين والأطباء والمهندسين، لأن الحضارة لا تكون إلا ذاك، الحضارة هي هذا، هي فن إدارة الاختلاف على نحو أن نصنع. الحضارة هي فضاء جاذب يجذب الطاقات من جميع أنحاء العالم لتبدع جميعا، بينما التخلف هو فضاء طارد وليس فضاء جاذبا. ولذلك شجرة التخلف لا تسكنها العصافير الجيدة، وإنما تسكنها الديدان وتسكنها الثعابين. هذه ولذلك إذا أردنا تحضرا فلا بد أن نوطن أنفسنا، أن نؤسس لثقافة السماحة وثقافة التعدد، وأن نعتبر أن الوحدة الوطنية وحدة الأمة ليس أن نصب الناس في قالب واحد، وإنما أن نعترف بهذا التعدد
وأن تكون لهذا التعدد ضوابط، أنه ليس فيه عنف، ليس فيه محاولات للإغواء ولا محاولات للتخويف من التعدد ولا محاولات لتجاهل هذا التعدد. أمتنا اليوم أحوج ما تكون في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها، ممزقة بين تعصب، بين تعصب وجهل باسم الفقه التقليدي وباسم الثقافة الإسلامية التقليدية، وأخرى باسم التحديث. نحن لابد أن نؤسس، ونحن وبلادنا تجتاز مرحلة مهمة جدا بصدد إرساء نموذج للتحضر، بصدد إرساء نموذج تتزاوج فيه قيم الإسلام مع أهم، مع أحسن ما أبدعت الحداثة من فنون إدارة التعدد، من ديمقراطية وأشكال لإدارة التعدد. مجتمعنا أحوج ما يكون إلى التأسيس للسماحة، واعتبار أن هذه السماحة ليست بضاعة دخيلة علينا، وإنما هي أساس هذا الدين الذي أرسى في المدينة المنورة مجتمع التسامح، مجتمع الصحيفة. أول دستور في التاريخ يؤسس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعدد والتعايش بين مختلف الطيف الديني والعرقي الذي كانت تحفل به المدينة، قبائل يهودية متعددة وقبائل مشركة وأنواع وأشكال من الديانات والطوائف، كلها أسهمت، كلها احتواها الإسلام، واحتوى الجزيرة العربية، واحتوى بعد ذلك فارس والروم والهند والسند، واحتوى كل الحضارات، ولا يزال الإسلام يتقدم محتويا الحضارات إلى أن يأتي وعد الله، ونحن إن شاء الله على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم يا نصير المستضعفين، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم أتم نعماك على بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أتم نعماك على بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والحرية والعدل والتوافق الوطني. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وأعلي بنا كلمة الحرية، كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا واجعل بلدنا هذا وبلاد المسلمين آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، قلعة للحرية وللعدل وللإسلام يا رب العالمين. اللهم انتصر لإخواننا في فلسطين، اللهم حرر الأقصى وأكنافه من رجس الصهاينة المعتدين، اللهم انتصر لدينك وأوليائك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كفكف دماء المسلمين في بلاد الشام والعراق ومصر وليبيا وفي كل مكان تستباح فيه دماء عبادك المؤمنين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا فتانا ولا مفتونا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.